أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الجديد. هناك بعض الناس يقولوا لي بعض المرات واش انت فاطر، كيشوفوا الفيديو بالنهار في الوقت ديالك تيقول واش انت فاطر. نو، راه الوقت بيني وبينكم يختلف. انا ملي كندير هذا الفيديو كنديره من وراء الفطور، ماشي تبقى تكتب لي واش اخو انت فاطر، واش انت فاطر، انت فاطر. لا، لان احنا امريكان والمغرب عندنا فرق، واش كتفهم، فاهمين ولا ما فاهميناش. المهم، الى جيتو تشوفوا مؤخرا ديك الضجه اللي خرجت عند المغاربه على منصف السلاوي، العالم الكبير الذي عينه ترامب لكي يتزعم البحث عن اللقاح لفيروس كورونا. خصكم تعرفوا شنو قال هذا السيد. هذوك اللي خرجوا تيقول مغربي وهادي والشرف للمغاربه، اشنو داروا ليه المغاربه؟ اشنو قدمت ليه المغرب؟ اشنو قدم ليه المغرب؟ اشنو قدم لي المغرب؟ ياك السيد خدم استاذ في بلجيكا، خدم استاذ في ميريكان، خدم استاذ في الخليج، ما كنت واحد ما كان تيعرف. حتى اداره ترامب اللي حطاته باش يتزعم هذه القضيه هذه، عاد كل شيء كيهضر مغربي مغربي، وشي وحدين دايرين فيديوهات وحاطين العلم ديال المغرب حداه زعما راه مغربي. ماذا قدم المغربي المغرب لهاد الناس هاد؟ والقضيه الاخرى خصكم تعرفوا، راه ولد اكادير، راه ماشي ولد الرباط ولا ولد فاس ولا كذا. هذوك اللي المغرب كيبغي يقدم، اش دابا النظام المغربي ما كرهوش هذا المنصف السلاوي يكون رباطي ولا يكون فاسي، ما كرهوهاش، ولكن خرج لهم ملزم بولد اكادير. وراك تعرفوا كيفاش كيف يعامل النظام الناس ديال المناطق الجنوبيه، يعني ذاك اش يقولوا لهم المغرب الغير النافع. ها هو طلع لكم واحد نافع جدا وتجاوزكم كثيرا ولكن واحد القضيه اللي بقات فيا انا، هاد الناس اللي كيخرجوا تيقولوا مغربي ما مغربي ما مغربي، خصكم تعرفوا شنو قال في الخطاب ديالو. واش عرفتوا شنو ملي منصف السلاوي عينوا ترامب شنو قال في الخطاب؟ سيروا قلبوا اشنو قال منصف السلاوي. منصف السلاوي قال انا ساخدم بلدي امريكا. منصف السلاوي قالها بفمو. سيروا قلبوا، راه كاين الفيديوهات فاش تعين وعطاه الكلمة، قال لهم أنا سعيد ولي الشرف أن أخدم بلدي أمريكا. ما قالش بلدي المغرب، قال بلدي أمريكا. أمريكا هي اللي عطاته القيمة، هي اللي عطاته التيران فين يلعب، هي اللي عطاته التوني باش يلعب، هي اللي عطاته الكوداس باش يلعب. والمغرب شنو عطاه؟ جراو عليه من المغرب. السيد كان ياك مشى كمل قريته في الخارج، ما قراش عندكم، دوك اش تقولي مغربي؟ شنو عطاه المغرب؟ اشنو عطاه المغرب؟ السيد ما قراش في المغرب، السيد قريته كلها خداها من الخارج، اشنو جابوا معاكم ذاك الدم ولا ديك ولا ديك التم غاربيت وذوك الحدود وكذا، انه تولد تما، نو، السيد ما تبقاوش تدبدبوا بحال مغربي، اشنو دار ليه المغرب؟ اشنو درتوا ليه انتم المغاربه؟ وهذه القضيه راه ماشي مع منصف السلاوي، راه كاين علماء في المغاربه، كاين باحثين، كاينين قياد في الجيش الامريكي مغاربه، كاينين كيسوقوا الاف 36 مغاربه، كاينين في النازا كاينين المغاربه، في الجامعات الامريكيه كلها عامره باساتذه مغاربه وعلماء وكذا، ولكن ما تيعرفوش المغرب. لان المغرب شنو عطاهم المغرب؟ شنو عطاهم؟ شنو قدم لهم المغرب؟ كون كان في المغرب الخير ما غيخليهمش يخرجوا من بلادهم. كون كان في المغرب الخير نهار يبغوا يخرجوا غيجي عنده يعيط ليهم، تعيط لهم الاداره المختصه والوزاره المختصه. اجي ولدي فين غادي؟ غادي الميريكان. اشي غتمشي دير ولدي في الميريكان؟ غنمشي نقرا وغنمشي نخدم وغنمشي نصلح المستقبل ديالي. اجي ولدي حنا نعطيك احسن من الميريكان، غير ابقى انت في المغرب. واش عمر شي مسؤول مغربي لا تعرض لشي واحد غادي يخرج للخارج وقال لي غير اجي بقى معنا ونقدموا لك كاع داكشي اللي غتقدموا لك ديك اللي غتفي ليها؟ نو، اللي بغى يمشي كيجمع بس يقول اخو الماء والشطابه تلقى على البحر، ما باغينش. شوفوا بعدك النظام المغربي، هاد الناس، هاد العلماء، هاد الناس القافزين، هاد الاذكياء المغاربه راه يشكلون خطر على النظام المغربي. لان النظام المغربي منذ توليه العرش، هاد النظام المغربي منذ ما باغيش المغرب يكونوا فيه الاذكياء ولا يكونوا فيه الباحثين ولا يكونوا فيه العلماء. كاينين ولكن خصهم يخرجوا من ديك الاوساط اللي تابعه للقصر، ولاد الفاسه ولاد الرباطيين ولاد المكانسه، ديك العائلات اللي كتقبل القصر، هادو هما هادشي اللي كيتمنى النظام يخرج دوك ولاد العائلات اللي كيطبلوا ليه. ولكن ملي تيخرج شي واحد من الجنب ولد شي منطقه اخرى ولا ولد شي، ما تيحملوش ما غيحملوش. راه كاينين الناس في المغرب، كاين لا دوزيام جينيراسيون
ديال ولاد المغاربه اللي كاين في امريكان ما تيحملوش المغرب، كيعجبهم المغرب كي يكونوا صغار، ملي كيكونوا ملي كيكبروا كتقول لي ما ولدي شوف المغرب راه حاكم ومالك، تقول لي او كيفاش واش ما عندهمش انتخابات، واش ما كتقول لي لا راه ما كاين لا انتخابات لا برلمان لا والو، تيدوخوا او كيفاش، واش تتجي بحال كتهضر لي على شي فيلم، شي فيلم هوليودي الملك والامير والخدام وكذا، واش كتظن واحد الطفل اللي تولد في امريكان وقرا في امريكان وتخرج في امريكان غادي تقول لي غادي تمشي مثلا ترجع للمغرب اللي فيه ملك مازال ملك تيحكمهم، واش كتظن انه غادي يمشي تحت يمشي يعيش تحت الرايه ديال الدوله اللي مازال كتحكمها ملكيه؟ هذوك اللي مازال كيطبلوا هذوك غير الاباء مساكن اللي تزرعات فيهم الدوده ديال القمع والدوده ديال انعدام الكرامه والذل، هما اللي مازال كتخرجهم تيخرجوا في الخارج ومازال كيطبلوا النظام، فهمتي؟ عاش الملك وهو رمز رمز السلام ورمز ما عرفت شنو وكذا، هذوك غير الناس اللي تزرعات فيهم الشوكه ديال الذل اللي شربوا الماء ديالهم من المغرب، ومن الناس اللي كيعيقوا اللي كيفهموا راه تيفهموا شنو كاين صار تيدخل، يعني عاد انا نمشي مثلا ولدي غادي نبقى نكبروا نقول لها ولدي راه المغرب راه زوين وكذا وكذا وكذا، لا خصك تقول لولدك الحقيقه، قول لولدك علاش انت خويتي المغرب، هذاك الانسان اللي كيخرج كيطبل النظام المغربي وكيطبل المغرب يخرج يقول لولاده علاش انت خويتي اصلا، انت علاش خويتي المغرب، واش ما غاتحشمش مثلا غاتمشي تقول لولدك اولدي انا راه مغربي واخويت المغرب، كي غيجي ولدو كيفاش ولدك كيفاش غادي يفكر في هذه القضيه، بنت مغربي علاش جيتي من المغرب، نورمال خصك تكون عايش في المغرب، خصك تكون حنا نكونوا تولدنا في المغرب، ما كتلقاش لي من الجواب، اش غتقولي امراه ما لقيت ما ناكل تما، هادشي اللي غتقولي ما لقيتي ما تاكل ما لقيتي فين تسكر ما لقيتي فين تخدم، ولدك من اللي غيسمح هذه القضيه هذه ان المغرب ما مسوقش ليك، واش كتظن ان هاد ولدك غادي يبقى يفكر مثلا في المغرب؟ يكونوا واقعيين شي شويه مع سميتو، ماشي فين ما يبان شي رمز في العالم شي مغربي نبقاو نقولوا انه ماشي مغربي، راه السيد قالها ليكم بفمه قدام ترامب، قال لهم انا اخدم بلدي امريكا، قال لهم انا لي الشرف وانا سعيد انني اخدم بلدي امريكا، ما قالش المغرب، وشي وحدين داروا في فيديو حطوا التصوره ديال المغرب حطوا الرايه ديال المغرب من وراه، واش داك البوديوم اللي كان كيخطب فيه داك البوديوم اللي قدم فيه الكلمه راه مكتوبه فيه الولايات المتحده الامريكيه، مكتوبه فيه الولايات المتحده الامريكيه، يعني السيد راه امريكي بلا ما تقعد ديك الزيطه ديال والو، لا عادي مغربي، ومن بعد ها هو السيد مغربي كاع، ها هو مغربي يلا، وراه حشومه صاحبي تقد شي واحد مثلا حتى تنوض اداره ترامب تعينه عاد تنوض انت تقول مغربي، راه حشومه راه عيب، راه غيضحكوا عليكم الناس، راكم كتضحكوا عليكم العالم، راكم كتضحكوا عليكم العادي والبادي، راه عرفتي شنو كديروا انتم، بحال شي واحد جرى على ولده مشى جرى عليه ملي كانت مقوده عليه، حتى دار لاباس عاد كيقول لهم هذاك راه ولدي، والناس كيقول لهم انت ولدك علاش جريتي عليك، وكان ولدك علاش جريتي عليك، راه شي طالع المغرب، راكم كتضحكوا على كتضحكوا العالم على راسكم نتوما، دابا الناس ملي كيسمعوا ها شوف هاد المغاربه كيطبلوا هذاك راه مغربي، واش كون كان فعلا مغربي كان غير كان غادي يمشي لميريكان، ماذا قدم المغرب لمغاربته، راهم الناس مازال مبلوكين مساكن ما لاقين ما قادرينش يرجعوا حتى المغرب اللي كتقولوا نتوما بلادكم ما قادرينش يرجعوا لي، لان حتى واحد ما قادر يرجعهم، جميع دول العالم الديكتاتوريه والقمعيه والديمقراطيه صيفطت الطائرات باش رجعت المواطنين ديالها البلاد، والمغرب مازال تيقول لهم لا خصنا نتسناو حتى تحلوا الحدود، بحال لا غير بحال الحدود عندكم غير نتوما، الحدود ما كاينش في دوله اخرى، ونزيدكم واحد القضيه، هذا منصف السلاوي راه ماشي راه غير واحد من الالاف ديال المغاربه، من الالاف ديال المغاربه اللي مشهورين في جميع يعني جميع المجالات، في الصحه في التعليم في الرياضه في البحث العلمي في فاش ما بغيتيهم كاينين مغاربه في جميع انحاء العالم كاينين مغاربه، ولكن شكون اللي مسوق عليهم شكون اللي يدها فيهم، حتى كاين وقت كيتشهر شي واحد، دابا راه نقول لك واحد القضيه، الملك راه بحال والو غيعيط لي شي نهار يقول لي اجي نعيط لك ندير لك الوسام، كتعرفوا ان الملك كيبغي يستغل بحال هاد الفرص هادو، كيبغي يستغلهم كيبغي يستغلهم راسو، دائما فين ما كيتشهر شي واحد كيعيط ليه كيقدم ليه كيدير ليه الوسام والميداليه كذا باش هو كيبان، باش غير بحال تيبغي كيشري ديك التصويره كيشري غنتصور لان السيد مشهور انا غنتشهر معاه، ولكن الشعب الحقيقي الشعب اللي خاص فعلا ان الملك يهتم به ولان فعلا خاص النظام يهتم به
راه مساكن مازال تيموتوا بالامراض، لا مستشفيات لا مدارس لا سكن لائق. يعني شنو كاين في المغرب؟ ولا كتنوضوا غطب؟ لا لا لا، السيد راه مغربي، السيد امريكاني وعنده جنسيه امريكيه، وتيهضر بالانجليزيه، وولادو كيهضروا بالانجليزيه، ولاد ولادو ما تيعرفوش واقيلا حتى المغرب، وانتم كتنوضوا تطبلوا مغربي 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 مغربي. ومن بعد شنو وقع؟ شنو عطيتوه؟ اش نقول لكم؟ شوهتوا براسكم والله، لا كتشوهوا براسكم. هذو اللي كينوضوا كيطبلوا بهذه الطريقه، والله لا كتشوهوا براسكم. السيد راه مشهور بيكم ولا بلا بيكم، مشيت تنوض بلا ما. السيد راه معروف في الاوساط العلميه وفي الاوساط الطبيه وفي الاوساط ديال البحث العلمي، عاد جي يجي وذوك فهمتي، يجي بقى معلق معلق الرايه ديال المغرب، وحاط عليها التصويره ديال 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 السيد. والله ما كتحشموا بالله. المهم شنو نقول لكم؟ العبوديه راكم عايشين فيها، الذل عايشين فيه، الكرامه ما عايشينش فيها، الديمقراطيه ما عايشينش فيها. شنو نقول لكم؟ الحل ما عنديش، الحل عندكم انتوما. الى عقتوا، الى نهار اللي غادي نتعيقوا راكم غادي نتعيقوا، وخصكم انتوما واحد القضيه. السيد راه في الخطاب ديالو ملي تعين قال لهم انا اخدم بلدي امريكا، اخدم بلدي امريكا. سمعتوه ولا ما سمعتوهاش؟ وانتم غا المغاربه هما اللي خارجين كيطبلوا لي، غا المغاربه هما اللي خارجين كيطبلوا لي. بس السيد مسكين تقرب يشد لا روتري، عاد نطو كطبلوا ليه مغربي ما مغربي. ملي كان مسكين شاب وكان تيتقاتل وتيقرا وتيتعذب وتيدير، ديك الساعه حتى واحد ما كان سيقي الاخبار. كنلقاو الدول الديمقراطيه، الدول المتقدمه كتصيفط ولادها للخارج، الجامعات العال كتصيفط ولادها لهارفر وبرينستون، كيجيو من فرنسا من المانيا من جميع دول انحاء العالم، تيجي تيقراو في الجامعات الامريكيه. خالص كلشي خالص ليهم، كلشي خالص، وكيتخرجوا كيرجعوا للدوله كتضمن لهم الحقوق ديالهم، كتضمن لهم كلشي. والمغرب شنو كيدير؟ وصير حرق وقرايتي وصدقات ليك، عاديك الساعه نهزوك العالم ونقول لك برافو عليك. نقول لك واحد القضيه، واحد القضيه اخر اخر كلمه غنقولها. علاش النظام المغربي تيخاف من هاد الناس هادو؟ علاش؟ علاش كيخاف من الناس الاذكياء؟ لان الناس، النظام المغربي ما باغيش المغرب يكونوا فيه الاذكياء، النظام المغربي باغي المغرب يكونوا فيه الناس الاميين. علاش؟ لان الاميين ساهل تحكمهم. ملي غيولي المغرب عامر بالاذكياء والباحثين والمفكرين، غادي ينوضوا واحد النهار غيقولوا محمد السادس كيفاش درتي؟ لا تشريتي يخت، ومازال الناس تيستعملوا الكراس في المغرب، مازال الناس كيستعملوا الدواب كيتنقلوا بهم، وانت شاري يخت، انت شاري احسن يخت في العالم، وشاري القصور في جميع انحاء العالم، غينوضوا غيقولوا كي درتي ليها من جاك هذا الشيء. هذا الشيء علاش النظام المغربي والمالك خاصه ما باغيش المغرب يكونوا فيه الاذكياء، وحتى الا كانوا اذكياء يكونوا من المطبلين ديالو، ولاد العائلات البرجوازيه التي تنتشر في الدار البيضاء وفاس ومكناس والرباط. هذا هو المربع اللي كيبغي منه الناس يكونوا يعني علماء وباحثين. وما تجي من اكادير، ولا تجي من الشمال، ولا تجي من الريف، ما يعترفوش بك وما يبغوكش تطلع كاع. ولكن خصكم ناكد لكم اخر مره، منصف السلاوي ملي عينوا ترامب وقال اعطوه الكلمه، قال لهم انا ساخدم بلدي امريكا، انا لي الشرف ان اخدم بلدي امريكا. انتم المغاربه خصكم تحشموا، خصكم راكم شوهتوا راسكم ملي كتنوضوا كتقولوا السيد مغربي، كتشوهوا راسكم، والله الا كتشوهوا راسكم. يلا تبارك الله عليكم.